في الليبرتي ديكسبريسيون نتاع الفنان، تتصور انه فما اون ليميت والا بما انه مبدع ما لازمش نحصروه؟ انت اللي صار معاش كان تبعت الحكايه ولا لا؟ ديجا المبدع ما نحصروش في ابداعه في فنه، اما في قله الحياه نحصروه. يعني عملوا العبدلي يظهر لك ما انا مش فات الحدود شويه، هو ياسر عبد العبدلي مع احتراماتي للفن وما قلتوش عم في فن، انا الفنان هو اللي ما نصوروش باش يخلط لمين نهدي يعني، ولا مع احتراماتي ليك لطفي راه معناها ما عنديش مشكله مع لطفي العبدلي، اما راك ياسر هو كيغيب شويه، احنا نسينا هو راه قعد عقل شويه، حب ديما يرجع عباز مع السياسيين مع عيب، ارجع عباز في خدمتك يعني، في عمل مسرحيه باهي، عمل حاجه ترتقي بينا، هي نجحت نجحت بس من العباد، عمرك شريت من نادي يذكر اسم فنان في مسرحيته؟ عمرك هو نهار كامل معناها الاسامي فنانين شمس الدين باشا بيه وعليه سي ترو يعني سي با افير بيرسونيل يعني، هذايا رايي مش نغني انا سيرو 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 عيب. لا 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 ما مش حاجه بيناتك انت وياه، لا لا نحبه انا، لا يعرف نحبه انا، لا لا نحبه خاطر محليه ما كان كنت نتمناه يكون احسن من هكا وفي موقع خير من هكا. دونك انت ضد اللي صار في البلاتو؟ ضد على الاخر اللي صار ما يلزمش هكاك، عشان هي حريه، ما الحريه تجي تعطيك كفوف نقول لك حريه ونسبك عيب، معناها عيب مستحيل امبوسيبل. رايك اكيد راي الناس الكل، راي المحترمين، راي برشا ناس، هو العمل الحكايه هذيا معناتها الاسبوع هذا باغمي الحاجات اللي يحكيوا عليها برشا اللي معاه واللي ضد. لا لا عجبتك باز الحكايه فارغه، ماذا بيا كان صارت باز على خدمه على حاجه، البيوت ما كانش باش يعمل باز راه، معناتها هو قال حاجة اللي بتدخل خلعبيت تقولها في لا الشارع. لا 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 هو قال ما تقولش لا سمحني، علاش انت كتسب في الشارع تقول كلام زايد في الشارع تقوله في التلفزة في راديو؟ اما هي ماهيش كلمه، هي مش مش شارع التلفزة، راهي احنا المفروض نوظفوا الاعلام الحاجة تفيدنا وتفيد الشعب التونسي. اما هو لو بوت نيتي با دو كري لو بوز، هو قال حاجة جات في باله قالها. كيفاش تقول كم يا رئيس انت شنو البيس ولا شنو؟ ايوه يحب يضحك، حتى هو عنده مشكلة مع المرزوقي يخليها في مخه. إن بال دغوا باش يسب رئيس ما يسالش الله غالب، احنا تفرض علينا يكون رئيسنا المرزوق يلا غالب، اما نحترموه بصيف علينا، ما كانش اللي يجي بعده باش نسبوه راه ونسيدو سويته مع عدم احترام. هذا رايي الشخصي، بتبيعه راي برشا ناس اللي يحبوا تونس، هذا راي برشا ناس كيما قلت انت شمس، لا راه اختلفت في الموضوع هذا، فما اللي معاه فما اللي ضد، ديما يقعد الاحترام هي اللي يروج بالنسبه لك، اللي معاه ما يحبوش تونس تريث، واللي ضد يحبوا بلادنا ترتقي ونتلاوبوا.